مولودية بجاية كانت صعبة، مثيرة، شيقة، فيها الكثير من السسبنس والتفاصيل. المواجهة يرصدها لنا الزميل هشام سعدودي. المباراة حضرها ضيوف ولكن من طراز خاص، سياح ألمان ساقهم الفضول إلى اكتشاف أجواء مباراة كرة القدم الجزائرية. Nous sommes des touristes qui attendent des matchs dans tout le monde. Et aujourd'hui, nous attendons le match ici, dans l'Algérie. Et pour moi, c'est mon 70e pays où je peux attendre un match de foot. Vous êtes Bayern, Borussia, Schalke? Non. Nous sommes tous les gens ici sont des supporters de Bayern Munich. Nous sommes de Munich et nous sommes ici touristes. Et nous attendons le match aujourd'hui et demain nous retournons en Allemagne. فرص قليلة وهدف وحيد شهدته المواجهة التي كانت بمستوى متوسط. عمراني صعب الأمور كثيرا على إغيل بخطته ولأول مرة 3-5-2 وبلوك دفاعي متماسك جدا. الكرة الثابتة لعواج في الدقيقة الثانية كانت أول تهديد من جانب العاصميين. قراوي الأحسن من جانب المولودية العاصمية ضيع فرصة حقيقية وهي الأخطر والأوحد في الشوط الأول تقريبا، الذي اكتفى فيه الجوية بدفاع واللعب على المرتدات. صلاح الدين الإثيوبي شارك أساسيا ولكنه كان خارج الإطار تماما كرأسيته التي كانت بعيدة عن المرمى. المولودية وبقيادة قاسم في وسط الميدان حاولت صناعة اللعب واستغلال الثغرات القليلة لدفاع مولودية بجاية ولكن دون فعالية، وبنتيجة سلبية انتهى شوط المباراة الأول. في المرحلة الثانية إيغيل حاول تغيير طريقة لعب المولودية باللعب على الأطراف والتسديدات من خارج منطقة العمليات ومحاولة الاختراق على الأطراف، فأدخل كل من جورمي وعبيد، وهذا الأخير وزع كرة مثالية لمرزوقي في الدقيقة 63 ولكن رأسيته كانت سهلة الإيقاف بالنسبة لحارس المغرب. ومن جانب مولودية بجاية لا حمزاوي ولا القائد زرداب كانا في يومهما ومحاولتهما الهجومية كانت نادرة. زغدان حاول يائسا من كرة ثابتة في الدقيقة 77 ولكن رحمني تصدى لها. جورمي البديل بعد ذلك صنع الفارق عندما تسبب في ركلة جزاء أعلن عنها حكم المباراة عبيد شارف في الدقيقة 77. وسجلها القائد حشود مانحا الفوز للمولودية ومحررا بذلك الأنصار الذين توافدوا بكثرة على ملعب عمر حمادي ببلوغين. والحارس رحماني بعدها كاد أن يتلقى هدفا ثانيا بعد خطأ في التواصل مع مدافعه مسعودي ولكنه صحح الخطأ بتصدي ناجح لتسديدة جورمي. وفي الوقت بدل الضائع حمزاوي حبس كل الأنفاس بكرة ثابتة ولكنها جانبت القائم والمباراة انتهت بفوز المولودية العاصمية بهدف لصفر. سيكي طابل ضربة جزاء مانيش عارف إلا شرعية ولا غير شرعية، نترك لكم الحكم ليكم أنتوما. فوالا مولوديا تا بوبليك أون بوبليك تري إيزيجون، دونك أون أفي أ كور دو غاني بور بيان بريباري لي دو ماتش كي نو ريست. qui sont des matchs très très difficiles contre des prétendants au titre directement. Donc voilà, on voit qu'on a fait une très très bonne première mi-temps au niveau du jeu. Mais comme nous a dit le coach à la mi-temps, il manquait un peu la dernière passe. Et dans la zone de vérité, on a été un peu moins bon. Mais je pense qu'au niveau du jeu, on a montré quelque chose de meilleur que contre Constantine et contre Oran. Donc voilà, c'est de bonne augure avant le match de coupe et surtout avant le match de l'USMA. طبعا سؤالك معمر.